نروح لضيفتنا لليوم، وايضا في عالم الجمال والفن والرسومات، وحيث ضيفتنا الفنانه التشكيليه سوسن الاشرم. نرحب فيها بالاستوديو، موجوده معنا. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا فيكم، يسعد صباحك. تسلمي. اخبارك سوسن؟ تمام. سوسن، الرسومات يعني والفن والالوان، يعني هل انت بتدخلي اللوحات على الاستوديو عم نتفرج، هل الالوان متجانسه والمتناسقه وكل لوحه لها خصوصيتها وكل واحدة كل لوحة عم تحكي عن حالها، دمجك للألوان واختيارك للألوان تحطينا من خلال هذه اللوحات؟ هلا كل لوحة بتعبر عن حالة، نعم، الفنان بيعبر فيها، بيطلع حالة نفسية فيه، حالة جمالية، حالة ممكن نحكي حالة فرح. فالألوان بتصفي عبارة عن إنه هو عم بيوضع ألوان جنب بعض بتعبر عن جمالية معينة. بيعطي الألوان حسب الألوان اللي نحن بنضيفها لبعض تعطي روح اللوحة، تعطي أبعاد جمالية، تعطي أبعاد فنية. بالضبط. طب من وين تستقي أفكارك، يعني تستوحي أفكارك سوسن؟ أنا أكثر إشي بحب أرسم الأشخاص. اللي هو واضح معنا هون، بس أنا مش قادرة أوصلهم. اللوحات موجودة هون. أكثر إشي بحب أرسم الأشخاص، بحب إنه أعبر عن إنه أكثر إشي بتحسوا إنه الناس مثلا في أطفال، رسومات الأطفال، ناس بتقدر تعبري فيها عن لوحة بالآخر. فأنا هذا الشيء اللي بحب أبينه بلوحاتي. جميل، يعني متخصصة بالبورتري، بتحبي ترسمي الأشخاص. جميل، هو هذا ليس فن سهل، يعني صعب جدا، خصوصا إذا بيخص تفاصيل الوجه، ودائما تفاصيل الوجه مش شيء سهل طبعاً. إنك ترسميها، لأنه في تفاصيل معقدة. دائما أنا بحكي الفنان اللي عينه حلوة برسم حلو، واللي بيشوف برصد حلو فبيرسم حلو. فإحنا عم بنشوف هلا بإحدى اللوحات ما كانت، يعني ما بعرف، أنا هي أول ما دخلت الاستوديو لفتتني، ما بعرف هلا، يعني هم كانوا بينزلوا باللوحات وأنا لفتتني هاي اللوحة، مش عارفة هي عبد الله بيشخذ لنا إياها. قديش حلوة، قديش بتعبر عن حالة المرأة، عن تفاصيلها مش كثير مبينة، بس حالة اللي هي في، ما بعرف، حاطين عن هاي اللوحة الألوان هادية، ملامح المرأة بالصورة هادية، مبين نصف وجهها والنصف الآخر. هلا في بعد جمالي غريب، وبتحسي غامضه يعني، فانا هذا الغموض باللوحه كيف الناس تقدر تقراه. هي هاي الهدف مرات من اللوحات، مش انك تشوف اللوحه كامله، الهدف انه يكون في نقص من اللوحه لحتى انك انت تضلك تتفرج فيها. كل ما عم تطلع في اللوحه اكثر، كل ما عم بتطلع فيها اشياء اكثر. ممكن انا اشوفها شيء، انت تشوفيها شيء، حدا ثاني يشوفها شيء ثاني، بتختلف. هاي الحلقه، هاي جماليه اللوحه، انه مش هي صوره بس انا نقلتها وبس. من زمان بترسمي سوسن؟ انا من لما مسكت القلم برسم، يعني من قصدي من طفولتي. انت طفله، فدائما لما يكون الشيء بيرافقنا من الطفوله وعن حب وعن موهبه دائما نبدع فيه. بس يعني اهميه بهذا الوقت انه الفنان، خصوصا الفنان التشكيلي، مش شيء سهل انه يكون في عندنا فنانين تشكيليين يبرزوا. فدائما بيكون في مدارس في الفن التشكيلي، ومدارس متعدده وقوالب، يعني بدنا نحكي قوالب متعدده بهذا الفن. قد ايه مهم انه نثقل موهبتنا بالدراسه؟ هلا دائما اي شعب بدك تميزيه، من الثقافه الفنيه عنده. صحيح. فلما نيجي نحن من الطفوله تربيها على فن، يصير يعرف ايش يعني مدارس فنيه، يعرف ايش يعني فنانين، يكون عنده ثقافه فنيه، بالاضافه انه عم بيمرن حاله بيرسم، بجرب يرسم وعنده خلفيه للرسم. فهذا الشيء كثير مهم انه احنا اطفالنا نعلمهم على الفن. وغير هيك نحن كأشخاص، حتى لو أنا ما إلي علاقة بالرسم ولا إلي علاقة بالفن، إنه يكون أنا عندي حلو إنه أكون بعرف عن أنا معلومات فنية، أحضر معارض فنية. بالضبط، يعني إحنا كثير في عنا معارض فنية، عنا فنانين على مستوى، وأحكي لك بينافسوا مش بس بالعرب، بينافسوا حتى على مستوى العالمي. العالم. يعني إذا كان، يعني إذا بدنا نحكي عرابهم، بيكاسو، ليناردو دافنشي، فإيش بده يطلع منهم؟ ففي كثير ناس مهمين، فنتمنى زي ما حكيتي إنه يكون في اهتمام. يعني في كثير فنانين عرب وعالميين، ما في بيت الا ما في لوحه. فهذا اذا بتشوفي مثلا، دائما بيحكوا اذا بتدخل على بيت وبتشوفي لوحه فبدك تعرف انه في فن، فهون في ذوق. فاهميه انه يكون الانسان الان مهتم ومتوجه الى هذا النوع. هلا انت بتستخدم الالوان المائيه صح؟ بالضبط. طب قديش صعب يكون مائي يبرز لي العديد من تفاصيل الوجه؟ هاي انت واصله لمرحله مش تمرس ولا تمكن، ما فوق، لانه المائي بالريشه صعب. يعني انا اشخاص برسم مرات بالماء، بس مش انه احتراف، ولكن بعرف قديش صعب استخدام الريشه والالوان خصوصا المائيه. هلا الالوان المائيه الشيء اللي صعب فيها انه بدها سرعه
وبدها تمكن. نعم. اللون بدك تحطه في مكان بدك تعرف انه مش حتقدر تغير فيه الا شيء كثير بسيط. فلازم انه الرسمه تكون بالضبط انت في بالك ايش بدك ترسم. صح. ثاني شيء تكون رسمت سكتش كثير بسيط وبلشت تلوين، خرب شيء بتكمل، ما بتهتم انه اذا ما بتكمل دمج الوان. بالضبط، دمج الالوان كثير مهم في الالوان المائيه. الالوان المائيه الحلو فيها الشفافيه، يكون في شفافيه باللون. يعني انا مش احط الوان كثير فوق بعض. فهذا اللي بيميز الالوان المائيه وبخليها انه خصوصيتها موجوده فيها. في لك لوحات بالوان زيتيه استخدمتها؟ انا اكثر شيء برسم زيتي بس هدول ممكن يعني هي مضمون اللوحه تستخدم الالوان؟ مش شرط. بس في لوحات بتبرز اكثر بالالوان المائيه. يعني بتحسي انه هاي لوحه الالوان المائيه، هاي بتزبطش زيتي. فبتطلع حسب الرسمه. قبل شوي شفنا شخص عم بيعزف على الربابه. يعني انت تقريبا يعني حسب رؤيتي هم ثلاث الوان، يعني منه البنفسجي والازرق والاخضر مع الهاد. يعني بساطه اللوحه بس مبينه تفاصيلها. يعني قد ايه الدقه بتاخذ وقت من خلال الرسم؟ يعني احنا استعرضناها قبل قليل وهلا نرجع نستعرضها. قد ايه الدقه بتاخذ وقت منك عشان ما يكون هناك اي اشكاليه، خصوصا مثلا بالخطوط مثلا صغيره هي؟ مش يعني مش رح تكملي عليها مثلا اذا تم هناك اي خطا. هلا الاهم من انه انا اشتغل بالتفاصيل، الاهم انه انا اتمعن في الشيء اللي بدي ارسمه، اتامله كثير، بميز وين الاماكن اللي انا بدي احط لون خفيف فيها، وين الاماكن اللي انا بدي اركز عليها ونتفه خط نحيف والظل. بالضبط. فهاي هي بترجع لانه انا تاملت في الشيء اللي عم برسمه، بعدين بلشت ارسم فيه. نعم. بعدين بتصفي التفاصيل والوقت وهي الاشياء. اكيد كل لوحه بتاخذ وقتها وكل لوحه بتختلف حسب ايش اللي مضمون. تنقلتي ما بين الشخوص يعني هم نشاهد كمان شوي، يعني هون تفاح، يعني من البورتري لرسم لوحه كنا نشوفه من اللوحات الموجوده. ايش هذا التنقل الغريب العجيب ما بين هذا وذاك؟ هلا الفنان لما يجي يرسم الافضل انه يرسم كل شيء، يجرب كل شيء. صح. فانه اجي ارسم وجوه اضلني وجوه، هذا يعتبر انا بعتبر بتقطري حالي في المجال. انا خسرت حالي. بس لما اجي ارسم هون اجرب، هون اجرب الوان مائيه، اجرب الوان زيتيه، اجرب اويل باستيل، اكريليك، اكريليك، كل شيء. لازم الفنان يكون ملم بكل هاي الاشياء، غير ممكن انه يشتغل كمان خزاف ناحيه هاي الاشياء. طبعاً. هون بدي سؤالي لك، حاولتي او في عندك محاولات انه تدمج بين اكثر من نوع؟ مثلا كثير في فنانين تشكيليين بيكون في مثلا يستخدم الفسيفساء بيعملوا ميكس بالضبط مع مثلا مع الالوان، وفي منهم بالنحت، في منهم بيستخدموا الخزف والخشب. يعني حاولتي؟ كان في محاولات؟ اكيد اكيد. بس اكثر شيء انا كنت استعمله على اللوحه ميكس ميديا، ادخل فيها مواد مش بس تكون الوان مائيه او الوان زيتيه، ادخل فيها الوان ثانيه او مواد ثانيه. مثلا ممكن قماش ندخل، ممكن ندخل جبسين، ندخل اشياء كثير، انه بالنهايه اني اشوف لوحتي كامله، انا اكون راضيه عن لوحتي بالنهايه. قد بتاخذ معك دائما اللوحه وقت؟ زيتي وخصوصا البورتريت بياخذ معي وقت كثير، انا كثير بطيئه بالرسم، بحب انه الرسم دقيقة. تكون بطيئه ودقيقه، وبحب انه بالاخر اشوف لوحتي كامله وتكون انه انا راضيه عنها اكثر شيء. شكلتي بين الزيتي، بين المائي والرصاص، وانا بيني وبينك من محبي هذا الفن. الرصاص قد ايه بياخذ معك وقت؟ قد ايش بيعكس؟ يعني خلص بترسمي الرسمه، اجتك الفكره بترسميها. الرصاص الحلو فيه انه باي وقت انه اجى على بالي ارسم رسمه، خلص بمسك هالسكتش بوك الاقلام تاعوني ببلش ارسم فيهم. بيطلع يعني لوحات، بقدر اطلع منه لوحات كثير احلى وكثير حلوه. العاده بيكون لها جماليه خاصه، الالوان الرصاص لها جماليه خاصه. دائما بكون البيسك. انا بشوف مثلا فنانين تشكيليين بعض منهم بيمسكوا مثلا بالرصاص بالبدايه، بعدين ببلشوا اي لونه. فلا بس الجميل انه انت يعني اللي بيستخدموه البيسك لحتى انه بعدين ينتجوا لوحتهم، انه هو بيطلع معك لوحه جماليه وفنيه. تفضل. بتفق انا بحسه بصعوبه جد الرصاص، انه ما في الوان. يعني اذا انت ما كنت هيك عينك بالفعل او ايدك مع عينك متواصله انك ترسمي هاي الشغله حتى تعكس، صعب. صح يعني شوفي هاي مثلا انت عارفه كل تفاصيل، بتصير انت لحالك تتخيل ايش الالوان الموجوده. يعني بتبع كثير، لانه القلم واحد بدك تطلع منه كل الدرجات. صح. بالاخر تطلع اللوحه. عملتي معرض؟ كان لك معارض؟ كان لك مشاركات؟ شاركت في سيمبوزيوم ومعرض جماعي ببنك القاهره عمان. جميل. كان يعني معرض 7 في 7 اللي هو 7 فنانين 7 لوحات. كمان شاركت بسيمبوزيوم الدولي
نعم. اجا في فنانين من كل العالم. شاركت كمان بسيمبوزيوم اردني كان بمحافظات المملكه، كل يوم كنا في محافظه ونرسم بنفس الوقت. حلو هذا، عم تنقلوا حتى تجاربكم لمحافظات، قد ايه هاي التجربه كمان مهمه لسوسه؟ بالضبط. واكثر سوري واكثر من معرض، بس لكن هدول المعارض كانوا انه شوي بسيطين، شيء معرض مشروع تخرج، اي معارض صغيره هيك يعني. لا ان شاء الله بتشاركي بمعارض على مستوى العالم وبتنقلي صوره حلوه، لانه دائما نحكي الفنان سفير لبلده. وان شاء الله دائما احنا دائما نفتخر بابنائنا بالاردن، سواء يعني كانوا فنانين تشكيليين او فنانين دراما او مسرح. يعني دائما احنا بدنا الفن يطلع بالصوره اللي هو موجود عليها، بس للاسف لم يسوق له بالطريقه صحيح. المفروض انه صحيح. يسوق للفنان الاردني، يعني حكينا بكافه المجالات لازم الفنان ياخذ، يعني للاسف ما عم يعطوا مكانته، ما عم يعطوا حقه. نتمنى انه تاخذوا حقه ان شاء الله. سؤال هيك الاخير وسريعا، مين كان دعمك لحتى سوسن توصل للوسط اليوم وان شاء الله توصل للعالميه والشيء اللي بدك اياه؟ بس الدعم مرات كثير مهم بحياه الفنان ولحتى يستمر، لانه ممكن تكون عندك فكره وما فيش دعم ما بتقدر تستمر للاسف. بالضبط. هلا انا الدعم الاساسي هم اهلي. الله يخليهم، دعموني من انا صغيره، من قبل ما ادخل جامعه، من قبل يعني كانوا انه رسم ودراسه بالبدايه لحد ما خلصت الجامعة. خلال دراستي بالجامعة كان في دعم من دكاترتي، وهم فنانين على مستوى مش بس بالأردن، مستوى العالمي، وعلى رأسهم دكتوري عزيز عمورة، واللي هو الفنان عزيز عمورة لريح السلام، الله يرحمه. طبعا. وهو يعني في ناس بتلاقوا انه بيعطوا الفن اللي عندهم لطلابهم بكل محبة، بكل روح حلوة، بيعطوا هيك بصمة بتبقى حتى في بعد رحيلهم. بالضبط. بدنا نشكرك اليوم على تواجدك معنا. الفنانة سوسن تسلم. يعني لوحات مبدعة ورائعة، ونتمنى لك كل التوفيق. تسلم. شكرا لتواجدك سوسن، كل التوفيق.